لي أين هي. انتظري لحظة، سأنادي لك بيرتا لتقوم باستقبالك. ماذا قلت اسمك؟ فيدرا بيريز، أنا شقيقة امرأتي فرناندو خوسيه. بيرتا، هناك سيدة جميلة بالمدخل تقول بأنها أخت زوجتي فرناندو خوسيه. هنا؟ لكن ماذا تريد؟ ترغب برؤية السيد ألفريدو. أهلا، ماذا تريدين؟ أن أكلم السيد ألفريدو. ليس هنا. هل من خدمة؟ إنها مسألة خاصة. أعتقد بأنك شقيقة روزاليندا. أجل، ومن أنت؟ سكرتيرة سيدة فاليريا ألتاميرانو. إنها سيدة هذه الدار. ومتى سيعود السيد ألفريدو؟ أريد مقابلته. هذه السيدة من تكون؟ هذه السيدة تسأل عن السيد ألفريدو. إنها شقيقة روزاليندا بيريز. أتعرفيها تلك؟ لما قدمت؟ لما ستتكلمين مع ألفريدو؟ خذي نفسا عميقا. قادم، انه قادم. قل لي دكتور. انها بنت. ابنه. انا عرفت. صغيرة. ماذا دكتورة؟ وضعت الآن مولودها. ماذا أنجبت أختي دكتور؟ بنتا. كما أرادت هي. وروزاليندا كيف حالها دكتور؟ كل شيء على ميرام فرناندو، إنهم يجهزون الطفلة حتى تراها الأم. سيكون باستطاعتكم رؤيتها فيما بعد. اطمأنيت، فقد كنت خائفة. لدي الآن ابنة. مبروك صرت بابا. إنها بنت ألفريدو، بنت صغيرة. قلت لك ضروري أن أكلمه. بخصوص ماذا؟ هذا شأني. كيف تجرؤين وتكلمينني بأسلوبك هذا؟ اسمعي سيدتي، أريد أن أكلم سيد ألفريدو ديل كاستيو، إنما ليس هنا. أعتقد من الأفضل أن أذهب. تريدين قول رسالة له من روزاليندا؟ هذا لا علاقة له بها كليا. قولي لها بأنها هزمتني في الوقت الحالي فقط، إنما لن أستسلم أمامها مطلقا، فهي عدوتي للأبد. اسمعي سيدتي، وأيضا قولي لولدي إنما يؤلمني أكثر هو سلوكه، فهو لم يتخلى عن أمه فقط، بل أهمل واجباته والتزاماته. بسعادته سخيفة تلك، نسي أمر المجرمة التي قتلت أباه. ماذا قلتي؟ إنها جميلة. قلت لي بأن امرأة قامت بخطي. زوجي خوسيه فرناندو مات مقتولا، حكم عليها بالسجن 25 سنة، وعفو عنها من مدة قريبة. وما اسم تلك المرأة؟ سوليداد روميرو. المعذرة، يجب أن أغادر. قولي لابني إنه لم يكن مخلصا لحب الأم، ولكن من المفروض أن يكون مخلصا لكراهيتنا نحو سوليداد روميرو. هلو؟ لحظة من فضلك. المكالمة من أجلك، الدكتور ريفيرو. أجل دكتور، أخبرني. إنني أتصل لكي أقوم بتهنئتك، أصبحت جدة.
زوجة فرناندو خوسي أنجبت طفله. وضعت أنثى والأم بخير. الحظ الآن مع تلك التافهات. اهدي ستحال، ربما يحالفك الحظ في القريب العاجل. أهلا وسهلا، تفضل. مساء الخير. مساء الخير سيدة ألتاميرانو. أهلا. عندي لك أخبار سارة، فلتتبعني لطفا. أنا مصغية. أخيرا وجدت سوليداد روميرو. حقا؟ أين هي؟ وأين تسكن؟ إنها بنفس الحي الذي تقيم فيه زوجة ابنك روزالين دابيريس. ماذا قلت؟ وضح أرجوك. تذكري معي، هل سمعت عن امرأة اسمها مارتا وصلت حديثا من الخارج؟ لا، لا أذكر مطلقا. هذه المرأة مارتا ما هي إلا سوليداد روميرو. أما كل ما تقوله؟ سوليداد روميرو خالة روزاليندا، امرأة ابني؟ لا سيدتي، سوليداد ليست خالة روزاليندا بيريز، انها امها. امها. من يصدق ما تقوله توريس؟ هل هذه القاتلة تكون حماتة ابني؟ سوليداد روميرو هي أخت المرأة التي ربت روزاليندا بيريز. هي وزوجها ربياها كابنة، لكنهما ليس أبويها الفعليين. ماذا عن والد روزاليندا بيريز؟ أتعرف إذن من يكون؟ إذن قتلت والد فرناندو خوسيه، لهذا رفضوا أن يتزوج روزاليندا. يجب أن أكلم ألفريدو، لابد أنه في المستشفى، يجب أن أكلمه. حقا مدهش. فرناندو خوسيه. نعم. بإمكانك أن تذهب إلى غرفة زوجتك. أبشرك الآن هي والصغيرة مستعدتان لاستقبال الزوار، فألف مبروك. هيا بنا. هيا هيا خالتي. اصبر، أريد أن أكلمك. آسف جدا لما سأخبرك به سيدة ألتاميرانو، إنما من الضروري المعرفة بأن أبا روزاليندا بيريز. من هو؟ قل حالا. ألفريدو ديل كاستيو. معقول ألفريدو؟ معقول ألفريدو هو أبو روزاليندا؟ إنها جميلة جدا، أليس كذلك؟ من تشبه بالضبط خالتي مارتا؟ لا أعتقد أنها تشبه أحدا. تقول لوسي بأنها تشبه روزاليندا. واضح هي تشبهها كثيرا. نعم، ربما وجهها، عينها مثل عينيك. مبروك للأم العزيزة. جميلة جدا فرناندو خوسيه. بنت حلوة وكما أردت. أنا فرحة جدا، سمع الرب دعائي. أجبني بصدق لطفا، أنت تعرف خالتي مارتا منذ مدة طويلة وكنت تحبها صحيح؟ إضافة اسمها ليس مارتا إنما سوليداد روميرو. كيف عرفت كل هذا؟ إنها الحقيقة محقة. بهذا ألفريدو أنا ابنتك، ألا تدرك؟ أنت بابا.